منها حقيقة، وليس بغريبة ولا مستقربة. أنا بس من هنا أنا شوف، لو بشكر معي المستشار منه لبكرة ما راح نخلص، ومثل ما تفضلتوا كلكم يعني كل يوم جاي قرار ما شاء الله ما في، يعني لدرجة أنه مثل ما يقال لقد أتعبت من بعدك يا أبو ناصر، وإن شاء الله أنه إحنا شخصيا أملنا كرياضيين ما نسمع كلمة من بعدك، أنك تستمر معنا، لأنه بالفعل هذا الحراك لا يجعلنا نفكر في شخص آخر يقود هذا هذا الاتحاد أو هذه الهيئة الرياضة. بس أنا أبو ناصر سبق تحدثت هنا في الخيمة في الرياض، وأكرر يا أبو ناصر كل أنت ما شاء الله تبارك الله، أنت أندية الوطن كلها عندك، وذكرت أكثر مرة وحريص عليها. نادي هجر شقيق نادي الفتح يلعب في دوري الأمير حمد بن سلمان، نادي هجر لا يستطيع أن يسجل لاعبين بسبب قضايا سابقة، ووضعه صعب جدا جدا جدا. طيب يا أبو ناصر أنا أقول من هنا من هالمنبر كأحد أبناء الأحساء وأحد أبناء هجر، أنا أتمنى وهذا مو غريب عليك، وأنا واثق ثقتي بالله سبحانه وتعالى أولا ثم في ما تقدمه، أنك ستلتفت لنادي هجر ولأبناء هجر في حل المعضلة اللي يمر فيها النادي في فترة سابقة، وبالتالي حتى يتمكن المسؤولين في نادي هجر من إكمال مسيرتهم من تسجيل وخلافه، حتى يكتب الله لهم إن شاء الله المنافسة القوية في دوري الأمير سيد محمد بن سلمان في الموسم القادم، ومن ثم الصعود إلى دوري الكبار ودوري الأقوياء. كل نعمل بالله ثم فيك يا معالي المستشار، أنه إن شاء الله قريبا نسمع خبر وقفتك مع أبناء هجر. ما شاء الله أنت هجر.